ابو عبد الله بسم الله عليك علي بن ريه اسمه ما انت بتقول ابو عبد الله صالح عبد الله سلام يا شباب ارحب يا ابو عبد الله اقول زانت الجلسات والسمرات يوم قرب البرنامج ابى اجيكم بس ابى امر على حلانه غير ومر على تخيل ومارسيلو وبجيكم امر عليكم امر علي حبيبي يا خلف الله يسعدكم الله حبيبي الله شيخ هلا هذا الرجال عبد الله بن رويه مكسور ارحب يا سعود هلا عبد الله بن رويه يا مرحبا كيف الصحه طيب طيب شو الاخبار السلام عليكم حبيبنا كيف الصحه شو الامور الحلانة غير ما شاء الله عليه مسمع وش الشيء الجميل والله كل شيء جميل لكن تختلف النكهات زي ما قولوا تختلف النكهات يا سلام عليك يعني كل شيء كل واحد بيلقى ذائقته عندكم يا سلام عليك يا سلام في شيء خاص لحقين الواقع خصم في خصم 10% لمتابعين قناه الواقع لا نبغى اكثر انت عارف الان ويكند وبدايه ويكند نبغى كذا خصم يعني نقول الناس روحوا الان حلانة غير وورونا تصويركم والله نشوف الاداره باذن الله ابشروا بخصم باذن الله طيب كلام جميل عندك هنا شوكولاتات مختلفة النوع نكهات مختلفة شوكولاتة بلجيكية كلها بلجيكية طبعا كل البلجيكية يعتبر من أفخم أنواع الشوكولاتة أيوه يعني الشوكولاتة البلجيكية ما شاء الله طيب أجل عطنا عطنا صح أنه بنروح نتقهوى عليه مالك إلا هذا مشكل وجميل وحلو نكهة بيستاشيو ولوتس وموكا وسنيكرز أربع نكهات يا سلام سعر 69 ريال وفي خصم 10% يا سلام يعني 10% في تقريبا 7 ريال خصم زيادة تقريبا شامل الضريبة أيوه طيب هذا بنت قهوة عليه إنجاز لي بأخذ من اثنين للبيت بالعافية حبيب قلبي شكرا لك يا حبيبنا هذا بنت قهوة هذا عبد الله في رسالة عند عبد الله ها وش يقول يلا قول لأبوه يلا قول له وش قلنا له كان عط قاعدين يغسلون مخك لا ده. ها خرف من قلب عط خرف نقاط ايه يستاهل خرف هالحين بنشوف كم نعطيه هذا الموضوع عندك انت اليوم يا عبد الله عبد الله قول بنعطيك خمسة بس خمس نقاط خمس خلاص هنا تخيل العود السلام عليكم جميل عبد الله يا هلا كيف الصحة شو الأمور يا عبد الله كيف الصحة طبعا أنا فيصل لو أنا ما يسمعني فيصل بن طلال وخالد السهلي شميت معهم ريحة طيب خرافي يوم سألتهم قالوا من عند تخيل العود العنبر يا سلام سلمت يا سلام اي نعم هذه الريحه الجميله يا سلام وحاطين عرض انتم للواقع في كود البزنس يخصم 50% ان شاء الله في المتجر كود البزنس 50% جميل وين كاميرتي معي الكاميرا يا مخرج معي الكاميرا كم قلت لي خصم الخصم 50% 50% كم تصير سعرها بعد الخصم يطلع 253 ريال تقريبا 253 ريال ورني الباكج حقه لان ذاك يوم شرحت لي باكج جميل طبعا هي على الاربع روائح اللي هو العود والورد والعنبر والباتشولي صح ولا لا؟ اي نعم يجيك بالشكل هذا ايه يجيك برضه مع ثلاث تساتر من المجموعه الباقيه جميل مثلا اخذت العنبر بيجي معك هنا الورد هذا كم ملي؟ 100 ملي طبعا 100 ملي وهذه 10 ملي 10 ملي وهذه فيها كفر جميل اللي تنحط في الشنطه وفي الجيب ايه حتى تكون حامي يعني يعني لو شريت العنبر بيجيني ثلاث روايح البقيه كتست بالضبط اي نعم يا سلام إيه؟ وسعره 253 ريال شامل الضريبه إيه؟ واصل اي نعم يعني شامل الضريبه وواصل لكم طبعا هذا سعره بعد الخصم إيه؟ شامل الضريبه لكن التوصيل ممكن له سعر اخر ممكن يكون له سعر اخر طيب بتشوفون الموضوع لكن إيه؟ بنحط شيء جميل احنا وش رايكم بدا ان المنافسه احتدمت وقربنا الباقين في المنافسه ماني قايل 24 ساعه 48 ساعه اللي بيطلب من هذا البراند الاربع انواع يقول انا اهدي النقاط للمتسابق الفلان طبعا معليش اقل انا بامون عليهم ترى اقل من 50 طلب لا 50 حسنا ها اقل من 30 طلب ما راح نحسب نقاط أكثر من 30 طلب كل 30 طلب بيحصلوا متسابق على 500 نقطة يعني
جبت 60 طلب المتسابق مثلا علي بالروية يحصل على 1000 نقطة. 60 طلب يعني 500 500، 90 1500 500 500 على الطلبات. والاخوان ما يقصرون، نبي هدايا ترى، ما نبي بس طلب زي كذا، نبي هدايا للجمهور. يعني لما نهش طلب من عندكم الطلب هذا في ال 48 ساعة هذه ارسلوا له هدية باذن الله. شو الهدية؟ إما عاد ربع تولة تعود ولا عاد؟ لا يستاهلون يستاهلون أكيد. إذا ما أعطوكم هدايا علموني عشان. لا تستاهل سهل كل شيء يا حبيبي. أنا طيب هذا مخلط. هذا مخلط. المعازيم. المعازيم. يا سلام. ثبات كيف؟ ما أخذ تخيل العود ما أعرف أتكلم يا ثبات. يا سلام تستاهلون. يعطيك العافية. الله يعافيك. ها طيب. حطيه. عاد عبد الله يحب العود دايم. ما شاء الله تبارك الله خليلك. يا سلام يعطيك العافية.